الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة يا شيخ ما أتيت دون إلا محبة في الله ورغبة في السلام عليك واطمئنان على صحتك والاستفادة من أجلس معك. وسؤالي حول هذا الموضوع يا شيخ، طيب. يعني ما رأيك سفر إلى العلماء والجلوس معهم، هل تحط تشابه على ذلك؟ لأن سمعت البعض يقول اكتفى بسماع الأشرطة وما في داعي لمثلا السفر. أول بعض فيك من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ورحل جابر بن عبد الله أحد الصحابة إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث واحد لمدة شهر، لجلاخذ من حديث واحد مدة شهر على الإبل. فالسفر لطلب العلم ولو لمسألة واحدة أجر وخير كثير، والسفر لأجل زيارة الإخوان وإلقاء المودة والمحبة، وما رأيك من سمع، ليس الخبر كالمعاينة. أنت إذا جئت لرجل شاهدته أشد كثير مما إذا سمعت عنه، هذا أيضا خير كثير. فأنت إن شاء الله على أجر، لا سفرك من أجل السلام ولا سفرك من أجل العلم.